نذكركم ملي كتاخدي كسيوه كتاخدي معاها مكاسه او لا فنيدره صابو يا لالا غتاخدي سبرجيله من هنايا 99 درهم زائد بوشيط اللي غتبقى لك صابو يا لالا اللي هي غتاخدي سكافه من هنايا زائد بوشيطه فابور وبشحال كيبقى لك سكافه 99 درهم بحال هكا وصنداره كتبقى لك فابور هذا الموديل هذا من بين الموديلات اللي غادي يبقاو لكم فابور ودابا وصلنا معكم البروموسيون ديال السبرديله اللي غتبقى لكم 99 درهم وبوشيطه فابور اهلا وسهلا احلى متتبعين مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وحلقه جديده وصول جديد ومحل جديد صراحه هذا المحل هذا ماشي جديد غير تبدلات السميه اللي هو ولات ماسا شوب هذا المحل اللي كان سميتو جومانا شوب وحتى الموقع حتى هو تبدل هذا المحل كنا استفدنا منه من دي بروموسيون غالي في السباطه والسيكل اللي كاين اللي كان حدا مخبز يوم يوم في شارع الانفاسي دائما دابا المحل تحول هنايا ولا انفاس مع دار الضريبه وقبل جامع ديال الانوار راه هو مسجد الانوار حدا واحد القهوه وبين واحد السناك انفاس مع دار الضريبه زائد غنخلي لكم النعل في الاخر ديال الفيديو جايه كنصور لكم حتى المحل الناس اللي ما عرفاش دار الضريبه سولوا في شارع الانفاسي سولوا على دار الضريبه الناس باين عتوها لكم نذكركم بالاسم محل ماسا شوب واجي نشوفوا العروض ديالكم اول بروموسيون اللي هي واكيد غادي نشرح لكم ونمسح لكم الموديلات تشوفوا كيف تيجيو في اللبسه اي موديل حطيتي عليه انت ديال الكساوي في هذا المحل ماشي حددنا لكم خمسه ولا 10 لا اي وحده وقت ما جات غادي تستافد ان شاء الله من هذه البروموسيون هذه تاخذي كسوه كيما عجبتك شحال 129 درهم فقط زائد خدي صباط ولا سنيدره من هذا الفصل هذا اي حاجه عجبتك فابور نعاود نذكركم تاخدي كسوه 129 درهم وخدي من هنايا صباط او لا موكاسان فابور يا لالا ونزيدكم مازال مفاجاه اليوم المحل ديال ماسا شوب غتاخدي سبرجيله من هنايا 99 درهم زائد بوشيط اللي غتبقى لك فابور يا لالا ومازال ما سالوش المفاجآت نزيدوكم مفاجأة ثالثة أجي اللي هي غتاخدي سكافة من هنايا زائد بوشيطة فابور وبشحال كيبقى لك سكافة 99 درهم بحال كتخلصي غير الصباط 99 درهم وتا هو كنعطيوك معاه بوشيطة فابور ونبداو معكم بأول بروموسيون اللي قلنا لكم في الأول ديال لافيديو اللي هي كسوة اللي غتاخدوها 129 درهم فقط فيها اللوينات واعرين بزاف هادشي خطيرة في اللبسة شوف معايا اللوين واعر فيها كاع القياسات حتى الـXL ونذكركم ملي كتاخدي كسيوة كتاخدي معاها مكاسة أو لا فنيدرة صابو يا لالا دابا نوريكم ونبسلكم حتى الموديلة تاع المكاسانات والفنيدرات اللي كيمشيو معاهم دابا نشوفوا اللوينات كاين فيها الخضير هذا كاين فيها هاد المافو كتجي رويقية كاين فيها الزرق ديالها وكاين فيها الغوز ونعاود نوريكم مرة أخرى الموديل ها هو عند ماسا شوب نعاود نذكركم عند ماسا شوب كتاخدي كسوة ب 129 درهم وصندارة كتبقى لك فابور هذا الموديل هذا من بين الموديلات اللي غادي يبقاو لكم فابور وفيه القياسات من 36 حتى 40 سندرات ديال الصيف هاد الفاست هذا كله غنكون فيه جوج شويه يمكن ليكم تاخذوا منه اي حاجه فابور هانتوما نخلط فيه المكاسان فيه السنيدرات بالشكل والنوع كيف ما كتشوفوا حنا كل شويه غنحاولوا نلبسوا لكم شي موديل هنا كله غيبقاو لكم هاد السنيدرات هادو فابور مع الكسوه بالنسبه للموديل اللي لابسه نبات هما الالوان ديالو كاين فيه الشبيبي كاين موديل بحالو غير هو ما فيهش هاد الكسيطه بالبغيه وهنايا وكاين الكحل اللي لابسه نبات دابا وندوزو معكم الموديل اخر ديال الكسيوات ولبسنا لكم الموديل الثاني ديال الكسيوات تا هو اللي كاين عند ماسا شوب وتوا فيه القياسات ديزاين واعر صراحه الحاجه حتى كتلبس عاد كتبان نذكركم غيبقى لكم هذا الموديل 129 والموكاسا فابور قبل ما نمشيو نوريوكم الموكاسا ها هو بعدا نشوفو كي تيجي في اللبسه شتو
مريح وزوين. هاد اللوينات ديال الكسوة فيها الخضر وفيها الزرق. اجي نوريكم الموكاسان اللي غادي نقاليكم فابور مع الكسوة. هو هذا هنايا كيلو شو عندكم، اي لون طاح لك على بالك، اي لون كان عندك شي كسوة خديتيه من هنايا راه غتلقاي اكيد اللي يجيك معاه. وستيلات بزاف، كاين هادو اللي فيهم البريون بالالوان ديالهم، كاين هادو اللي فيهم هاد الكروكوكايا حتى هما بالالوان ديالهم، كاين هاد الستيل هذا ديال هاد البريون مختلف عاوتاني، كاين اللوينات شي حاجه طونونس هاد الاورونج، كاين هاد الخضر، كاين هاد لو ستيل هذا ثاني، كاين هنايا ثاني هاد لو ستيل هذا. المهم شوفوا معايا هاد الفاس كله كله تبارك الله عامر بالمقاسات والقياسات فيهم من 36 حتى 40. كاين هذا شوف كبير زوين، كاين هذا تا هو كاين جوج صراحة. وندوزو لحاجة أخرى وهناك سوا أخرى تا هي اللي غتبقى ليكم ب 129 درهم وصدارة فابور، فيها اللوينات، كاين فيها هاد اللوين هذا بالبردو، كاين فيها اللي داخل فيها الخضر والزرقاء. ونشوفو معاكم اللون الثاني ديال هاد الصدارة، شوفو ليا على الصدارة كدا نشوفو حاجة زوينة. وهو الكحل ديالها، وهنا عندنا ثاني موديلات اخرين بحال هذا الموديل، ها هو الكحل ديالو كاين في البلو مارين ديالو. هنا ثاني موديلات اخرين كاين بحال هذا، كاين هذا الموديل. المهم كاع هادو حتى هما عندكم الحق تاخذوهم فابور مع الكسوة. كاين هذا الموديل حتى هو غيبقى لكم بنفس الثمن 129 درهم، فيه الخضر وفي البوردو وكذلك السلدره اللي لابسه معاها حتى هي كاينه عند ماسا شوب وغتبقى لكم فابور. اجي نوريكم الالوان ديال هذا الموديل هذا بالضبط، ها هو البنات من هنا كاين الكري ديالها، كاين الاورونج، كاين هذا اللي لابسه لاباس، كاين الكحل، كاين البوردو وكاين الغوف. ودابا وصلنا معكم البروموسيون ديال السبرديله اللي غتبقى لكم ب 99 درهم وبوشيطة فابور. نبداو لكم باول موديل بعد الموديلات باش ما نكلفوش ونكونوا متفاهمين. البنات عندكم الحق تختاروا هذا الموديل اللي غنلبسوا لكم حتى هو منه، كاين هذا الموديل عقلوا عليه، كاين ثاني هذا الموديل اللي لابسه نبات، وكاين هذا الايزي، وكاينه هذا الموديل هادي. هادو شحال من طاجيره؟ 5 ديال الطاجيرات غيبقاو لكم ب 99 درهم. اكيد هاد الثمن راه ماشي ديالهم حيت الايزي في المدرسه ما تلقاوهاش ب 99 درهم نهائيا. بوشيطه غتبقى معاهم فابور هانتوما، والبوشيطه حتى هما غنحدد لكم النوع اللي غيبقى لكم هو هذا اللي كيعز الزنبات. غنشوفوا الموديلات اللي فيه، شوفوا معايا الديزاين ديال السبرجيله بعدا كيجا واعر. غنقرب لكم مزيان باش تشوفوا الشبكه مهويه 99 درهم. نشوفوا الالوان اللي فيها، فيها الغوز والجري والبيض، قياسات من 36 حتى 40. والبوشيطه هي هادي مفينيه مزيان مع لبسه سبرجيله بيضاء زي ما درنا لها بوشيط بيضاء. وها هو الشكل الاخرين ديال البوشيطات، كاين هادي واعره مفينيه. هاد البوشيطه بوحدها البنات راه 100 درهم بلاصه اخرى، هو عاطينا لكم غير فابور وصافي. كاين الاحمر ديالها شوفوا معايا لا فينيسيون واعره، كاين عاوتاني هادي واعره. هادو عمليا تلبسو مع اي حاجه مع السبور والكلاس، هي اللي دوزناها. وهذا ما كان نتحملو معكم الموديل اخر ديال السبرديل. هيا الايزي تاعي كي تجي مليسه كتجي زوينه. نذكركم 99 درهم وبوشيطه فابور. واللوينات تاع الايزي هما هادو، كاين الكحل، كاين الصفر، كاين هذاك الموديل، وكاين هذاك الموديل، وكاين شكل ثاني ديال الايزي اللي هو هذا. الناس اللي كيبغيو شي حاجه سامبل، وحتى البومه ديالو راه مختلفه على الموديل الاول، حتى هما غيبقاو لكم 99 وبوشيط فابور. وكاين هذا الموديل ها هو لبسنا لكم حتى هو غيبقى لكم ب 99 والبوشيطه مع فابور. هادو البوشيطات نعاودها ونكررها، الموديل اللي صورت لكم ديال البوشيطات هو هو الالوان ديالها. وكاين عاوتاني هذاك الموديل السامبل هذا حتى هو معاهم اللوينات ديالو. ودابا نشوفو معاكم لا نوفيل كوليكسيون اللي غتلقاوها هنا ب 18. نبداو معاكم بأول موديل اللي هو هذا، واعر بزاف بزاف كيفما كتشوفو، خطير تلبسيه مع أي حاجة. هنايا لا نوفيل كوليكسيون ابتداء من 129 درهم. أغلى قياسة اللي كتلقاو بلايص فيها البنات
300 درهم غتلقاوها هنا ب 180، ما غتلقاوش شي بياسه بسبرجيلات اكثر من 180. نعاود نوريكم في الموديل اللي لابسه نبات مع السويت السيكا اللي كاينين هنايا في ماساشو حتى هما راه كلهم 99 درهم، كلشي ما كاين لا 150 لا 200 درهم. نوريكم شويه اخرين السبرجيلات كاين بحال هادي حتى هي واعره في الالوان ديالها، كاين بحال هاد النايك هادي راه اخت لي لابسه نبات، هاهما اللوينات تاعها الناس اللي كيبغيو الكحل، ها هو البيض ديالها. كاين هاد الستيل تا هو واعر فيه تا هو الكحل فيه الابيض. كاين هاد الموديل هنايا، عندنا تاني شي حاجه كونفرس تا هما كاين هاد الموديل هذا تا هو اللي كيتمشى صيف وشتوى تبارك الله. كاين عندنا تاني هاد الموديل تا هو زوين، غنشوفو نبات لابسه اكيد، هذا فيه غير البيض بوحدو. عندنا تاني هنايا موديل اخر، ها هو الموف ديالو، ها هو الكحل، ها هو الزريق ديالو. كاينه هاد الشعله حتى هي واعره، حتى هي كتمشي صيف وشتوى، فيها البيج الكحل الابيض. كاينه هاد اللي حمقاتني انا البنات، واعره واعره واعره، شوفوا معايا لا فينيسيون ديالها خطيره. هاد اللون خصوصا فيها الشيبي وفيها الكحل ديالها، كاين ملسان في العود تاني. كاينه هادي تاهي زوينه، شوفوا كي دايره البنات، مشبكة مهوية، فيها الكحل من الداخل وكاين اللي فيها الكري من الداخل وكاين اللي فيها الابيض من الداخل. كاين عاوتاني شي حاجة ليا سكراش تاهي كاين هاد الموديل، وهذا مكتوب هاد الموديل كفجة زويون ديال السبرديلة و السيكر بحال هدا اللي عزلنا بها، راه كلشي ب 99 درهم. أي موديل حتى تعلي يديك غيبقى 99. هذا اللي بالضبط حيتاش ستيل ديالو صيفي، في هاد البوشيط هادي بحال هكا زوينه، ومن الداخل تيكونو فيهم اللوينات، تيكون فيهم الكحل، كاين فيهم البردو، كاين فيهم البيج. كاين عاوتاني هاد الستيل هذا حتى هو فيه مجموعة من الألوان 99 درهم. الناس لي كيبغيو شي حاجة بسيطة فكاين هاد الموديل هذا زوين حتى هو 99 درهم، هذا سبور حتى هو زوين. الناس لي كيبغيو شي حاجة كلاس كاين هاد الموديلات هادو 99 درهم الألوان ديالهم، كاين هاد الستيل هذا 99 درهم. هذا فيما يخص الناس اللي كيبغيو شي حاجه كبيره. الناس ثاني اللي كيبغيو شي حاجه كيوت الكياته، كاين عاوتاني هذا تاع 99 الالوان ديالو، كاين عاوتاني هنا 99. كاين هذا الموديل هذا ستيل جديد تاع هو 99 درهم، في مجموعه من الالوان ديالو. كاين هنا ثاني هذا الستيل هذا، لا فينيسيون ديالو مزيانه، هادو بلايص اخرين غتلقاهم ب 150 180. شوفوا الزرق ديالو شحال واعر، هنا 99 99، هنا تاني كلشي 99 درهم. حتى الحجم الكبير ديال السيكر 99. دابا نشوفو معكم الموديلات ديال السندرات شي حاجة صغاري، ودابا لي ولاو تيلبسو ماشي غي ضروري خاص تكون عندك شي مناسبة أولا حتى في الأيام العادية. نبداو لكم أول موديل، حكا البنات الموديلات كلهم راه غيبقاو لكم ب 170 درهم، شي حاجة واو. هاد الموديل هدا لي لابسة أنا باقا فيه البينات ديالو، فيه البيج ديالو، فيه البياض. كاين هاد الستيل تا هو واعر، شوفوا معايا مزال. كاين ها الكحل ديالو، كاين التربي ديالو، كاين هنايا موديلات اخرين كيف ما كتشوفوا. هادو ديال الطالون، الجوج ديال الطالون، الطالون ديال الجاس الفريه. كاين هادو ثاني اللي كيجيو بالسيور تا هما كيبقاو لكم بنفس الثمن. كاين هنا ثاني ستيل اخر بحال هادي ولكن فيها السيور طيه، تتبقى لكم بنفس الثمن. كاين لي زسكابا كيما قلت لكم، تالي زسكابا ممكن تاخذو معاهم بوشيط فابور، كتاخدي سكابا ب 99 درهم، هاهما اللوينات لي فيهم، وأكيد القياسة من 36 حتى 40، وكيبقى لكم هداك الموديل لي صورت لكم بالضبط ديال بوشيط فابور. هنايا تالي عندنا تشكيلات أخرين كيفما كتشوفو ديال السندرات، شي حاجة بلا، كاينة الهيرميز تاهي في الألوان ديالها، كاين هاد الموديل هذا، هذا واعر هذا. كاين عاوتاني شي حاجة لي مارون تيبغيو شي حاجة سامبل تاع الألوان، كاين هاد الزيت هذا ميديكال، وهذا مكان وما نطولوش عليكم لا فيديو. مرحبا بكم عند ماسا شوب، نذكركم العدد ديالو في الأخر ديال لا فيديو، جيو مرحبا بكم واستافدو من هاد البروموسيون هادي وتبقاو على. بالنسبة للمحل أنفاس مع دار الضريبة أكيد في شارع علال الفاسي، اسم المحل ماسا شوب، وغنخلي لكم الارقام ديالو مكتوبين في اللون الاصفر في لا فيديو اكيد. مرحبا بكم عند ماسا شوب.